ديالك؟ عندي خصم من الشركه هذا. ايه وعندي عندي 11. انت فين خدام؟ انا خدام في شركه عامه الاداره ديال الاستعاده. ايه المهم هذه الرخصه هذه سدي ما تخليها عندك في حاله المراقبه خصك تدلي بها عند رجال السلطه ولا اعوان السلطه المحليه هذه باش تقول لك باش تقوم بهذه المهمه ديالك دابا غادي للميتي ديالك سير اخويا الله يسمحك بخير الله يعاونك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جي من العمالة اخويا. كيف شات الاجراءات اللي دير الان الامن الوطني المدينة المحلية؟ مزيانة الحمد لله. مزيانة. داكشي في المصالح ديالنا حنا نيت. هذا هو اللي كاين. كيف شي الناس اللي ما باغيش ياخذوا الحيطة والحذر ما تجيبوش. غادي يبغوا يجيبوها في روسهم. هذا هو اللي كاين. الله يسخر. امين الله عونك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في الفرماسيان جبت الدواء للوليد عيان شوية فيه السخانة. هاي الفرماسيان أنا ساكن في المحمدية نيت. إوا كنشوفوا هاد الفيروس ديال كورونا اللي جا العالم كامل وبدا في المغرب. نتمناو من الله يحبس دابا نيت. والسلطات راه دايرة الواجب ديالها. وأول مرة كنشوفوا قوات الأمن والعسكر بطل الشوارع ولأغراض سلمية. نتمنى هذا الوطن يتحل منه هذا الفيروس هذا وهذه الجائحة ونتمنى السلامة والعافية للجميع إن شاء الله. شكرا.